عاصفة هوائية تضرب مناطق المحررة وخاصة في منطقة الشيخ بحر هنا في مخيم الجبل. 20 عائلة حتى هذه اللحظة أمست دون أي مأوى حتى هذه اللحظة. هنا مثال على إحدى هذه الخيام، عائلة أصبحت يعني بدون مسكن حتى هذه اللحظة. ونلاحظ قوة الرياح، عائلة مكونة من 5 أطفال وأم وأب. الحمد لله على سلامتكم لحد الآن يا خالتي. يا رب الله يسلمك يخليك. فيك تحكي لنا شو صار معكم؟ احنا من العصريات لحد الآن صار عندنا هواء كتير قوي، والخيم قاعدة تنتف، قاعدنا نخيط فيها ونحجرها ونزبط فيها، ما بقى تزبط يعني، هواء كتير قالع. تعذبنا والأطفال صارت تخاف يعني من الهواء وهالخيم كيف تعطي صوت. ايه ما عاد نتحمل هالوضع هذا، يعني وضعنا كتير مأساوي كتير. حاليا يعني انتم بانتظار اشو؟ بانتظار لحدا يساعدنا، لحدا نطلب انه حدا يعيننا، ينقلنا لمحل امن احسن من هالمحل يعني، او حدا يعيننا بخيم احسن من هالخيم اللي تشقفت نتفت يعني، ما عاد لا تتخيط ولا شيء ولا شيء يعني. يعني شايف كيف الوضع. سلامتكم ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يخليك. هذول اطفالك؟ اطفالي، عندي 5 اولاد. الله يخليهم. الله يسلم. إذن هناك أيضا العديد من الخيام التي تضررت بشكل كبير جدا. هناك أيضا خيمة أخرى يعني وفيها جدار إسمنتي أيضا قد سقط على أهله، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد إصابات، ولكن العوائل يعني تنتقل من مكان إلى آخر. تحاول إدارة المخيم نقل بعض العوائل إلى جيرانهم، ولكن على ما يبدو إذا استمرت هذه العاصفة سيكون هناك أضرار أكثر للخيام في هذا المخيم في منطقة الشيخ بحر. حتى هذه اللحظة الرياح شديدة، تهدأ قليلا ومن ثم تشتد نوعا ما. والله يا أخوي جتنا هوا شغلة كبيرة يعني، انشالت الخيام من فوقنا، الحيطان عمروها جديد، انهدت يعني، حالة صعبة، قشرة كثير يعني، ضيم لا جرى ولا صار، الله وكيلك يعني. هوا شغل ما شاء الله سريع، شغل كبير. داحج الخيام اللي انكشفت اللي تشقت، شي وصلت الشيخ بحر، طارت من فوق جبل. نعم. اي والله. حال شو صار عندك؟ نعم. انت شو صار عندك؟ انا عندي خيمة مكشومة من قدام، السحاب رايح، راحت كلها، ما ظلت خيمة صار، والله وكيلك يعني، شيء لا يذكر اللي ظل. انشالت الحجير من حوالينا، كنا حاطين عليه حجار، انشالت الحجار، انشالت الخيام يعني، حياه قشره. الاولاد في شو عم تستنوا؟ اولاد عم نستنى حد ينقذنا من هنا يعني، احنا صايرين هنا براس الجبل اخيو، ما يتدبر يعني، حياه صعبه كثير صعبه. حدا رد عليكم على استجابكم حاليا؟ لا حد رد ولا صار نده خيو. الهواء تحرك من العصر، من العصر ان شاء الله الخيام صار شيء، الله يكون بلعون اهلين، والله يجيكم الخير وكثر الله خيركم اللي تفضلتوا وشفتوا الامور هاي كلها. شاهدنا الكثير من الأطفال في عدة خيام أخرى، هم يعني بدون أي سقف أو شادر للخيمة، يغطونهم أهلهم في بعض الأغطية القماشية ريثما يصل أحد من أجل إنقاذهم أو نقلهم باتجاه مكان آمن أكثر. جميل حسن، أورينت نيوز، مخيم الشيخ بحر.